سيدي هي هاي دار رعاية للمسنين، هم ماخذيها من عندهم ومطلعينها ومسويها معسكر. شنو زين الفراغ المسنين؟ شنو هذا؟ فايس روب؟ لا هاي هم مسوينها. فايس روب؟ شنو هاي؟ سيدي احتمال قاعة، حمامات، شيء لا قاعة. هل نشوفك سيدي التجهيزات مال الفرقة الثانية؟ هذا حي الفلاح. هذا البريد تحت. وهاي نهاية القاطع. احنا قرينا من ماكل الفلاح. البريد بالزاوية النهائية. اي هي احنا بالزاوية النهائية من القاطع. مال خاصر جوا. خاصر جوا. هاي لنا؟ لا يجيبوه هني يلمون لأن هو معسكرهم أكلين عندهم فوق ملام وليل قدام بعد أكل المطعم الرئيسي لا هذا بي كذا دوج روح عمالتهم خاف تجهيزاتهم يا ليش مال لوحات تعليم ما ملبوس وسالي راح ما ملبوس وسالي راح خلي استخدم جالس يبيها مسافات أنا ترى زين ذي اللي جا من هاي مثل ما تشوفون رايدين يحفرون نفق بس ما ملاحظين عليه. هاي مثل ما تشوفون النفق معسكر كامل الداعش الإرهابي.
عادل اسلام هاي مثل ما تشوفون هذا معسكر تدريب لتنظيم داعش الإرهاب. ما تشوفون حتى الأرضية خلين بيها سفنج شكل التدريب. الموقع اللي بيه احنا الان هو دار للمسنين، استغلوه الدواعش وخلوه مدرسة تدريب القوات الخاصة او القطاعات الخاصة بهم، وتجولتوا في اقسامه وشاهدتوا التجهيزات الموجودة والترتيبات التدريبية او الوسائل التدريبية اللي موجودة في هذا في هذه البناية. هاي تنازل عنها خلال ساعة أو ساعتين، علما بأنه بناية محصنة وبإمكان أن يقاتل بها أكثر، ولكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب قالوا كلمتهم في هذا الموقع وأنهوا المعركة بأسرع ما يمكن. الآن نحن في حي البريد أو الحدود الفاصلة بين حي البريد والفلاح الأولى، مثل ما تلاحظون المناطق محررة، القطعات منتشرة موجودة بها. نكذب الدعايات اللي يطلقها الدواعش أنهم استعادوا بعض الأمور أو يتواجدون في بعض الأحياء، هذا كلام عاري عن الصحة. قطعاتنا إن شاء الله في أماكنها، وأي داعش يحاول التسلل للمناطق المحررة ينقبر في مكانه، والمواطنين قاعد يلاحظون هذا. احنا تواجدنا في الخطوط الأمامية الآن، حاليا احنا على حافة الخاضر منطقة الأحياء القاهرة كلها نظرنا. اليوم احنا بدائرة مال كبار السن، هم الدواعش مستعملين هاي المنطقة للتدريب مالهم، مر فاصرول والحبل شلون ينزل بيه وشلون يدربون جوا هالبناء. البناء محصنة كلش، بناء قديمة، وقدروا جماعتنا بدقائق هاي المنطقة يقتلون ما بيها المدربينهم، واكثر منهم اجانب كان. وقدرنا هسه حاليا احنا على الخضر، واقفين على حافة الخضر وقواتنا مساعدة الباقي المناطق بدقائق يعني أيام الباقية تحتل كل الجسور الخامسة. تم العثور على معسكر تدريب لما يسمى أشبال الخلافة في منطقة البريد بعد تحريرها، وتم خسائر العدو 65 قتيل، تركوا أحزمتهم الناسفة وتركوا عجلاتهم المفخخة ولاذوا بالفرار والقتل ومن قتل قتل.